أكد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يتميز به المجتمع البحريني من نهج التواصل الذي يستمد قوته مما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من اهتمام ورعاية، وهو ما انعكس على الترابط المتين بين كافة مكوناته التي تتآلف على حب الوطن والحس بالانتماء، حثا سموه على أهمية التمسك بقيم الوسطية والاعتدال والحفاظ على النسيج الاجتماعي للتصدي لآفة التطرف التي تسعى لتدمير المجتمعات وكياناتها الموحدة، منوها بأن المجتمعات الواعية ترفض أشد الرفض التطرف وتسييس الدين وتفريغه من معانيه السامية، موضحا سموه بأن هناك صراع دائم بين الخير والشر والذي في نهاية مطافه ستكون الغلبة للخير، وهذا ما هو حاصل اليوم من مواجهة بين التطرف والوسطية والتي من المؤكد أن ينتصر مبدأ الوسطية على شر التطرف. هذا وأشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما حققته مملكة البحرين من تنمية شاملة، منوها بما تتمتع به المملكة من فرص استثمارية واعدة بمردود إيجابي يتم الترويج لها، والتي من المقرر أن تسهم في خلق المزيد من فرص العمل النوعية أمام أبناء البحرين في ضوء رؤية البحرين الاقتصادية 2030. جاء ذلك لدى زيارة سموه اليوم يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة إلى مجالس سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام وعائلة كانو وعائلتي الجشي والخزاعي. وقال سموه إن المملكة حددت القطاعات التي تمتلك إمكانيات النمو الواعدة حسب المقومات المتوافرة لها في بيئة البحرين الاستثمارية، وهي تعمل على تعزيز مكامن قوتها، وتشكل قطاعات السياحة وقطاع الخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية أهم هذه القطاعات التي يتم التركيز عليها، وعلى إمكانيات البحرين في تقديم خدماتها وتوفير البنى التحتية والبيئة المناسبة لنجاحها. هذا وأكد سموه الحرص على مواصلة تشجيع نمو قطاعات ريادة الأعمال من خلال الارتكاز على أسس التنافسية والاستدامة والعدالة التي حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، خاصة وأن النموذج البحريني في ريادة الأعمال يمثل قصة نجاح للذين صنعوا الفرص بروح المبادرة لتطوير ذواتهم والإسهام الفاعل في صقل ملامح إمكانيات الوطن وقدراته. وقال سموه إنه لا بد من تكريس مفاهيم جديدة تلقي بأثرها المباشر على الاقتصاد الوطني عبر تعزيز نشر ثقافة الإبداع والابتكار كأسلوب فكري له دوره في رفض مسارات التنمية وتطوير الفرص الواعدة في المجتمع. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس والحضور عن تقديمهم واعتزازهم بزيارة سموه كفرصة متجددة لتناول الأحاديث مع سموه ورؤية سموه الثاقبة حول مختلف القضايا وتنمية الوطن بما يلبي تطلعات المواطنين.